السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم. الفيديو ده ان شاء الله هنتعلم مع بعضينا ازاي نثبت ويندوز 11 بكل تفصيل ان شاء الله. فيديو عملي، فيديو تطبيقي، مش فيديو تيك اوي. يعني اللي محتاج يشوف الفيديو ده حد مثلا يكون محتاج يثبت ويندوز فعلا، فبيشوف الفيديو على التليفون وبيبدأ يطبق معايا عملي على الكمبيوتر. تابع معايا الفيديو للنهاية. بداية، علشان تثبت ويندوز 11 لازم تكون محمل نسخة الويندوز اللي احنا شرحناها في الفيديو اللي فات. تاني حاجة، لازم يكون معاك الفلاشة اللي هتثبت عليها الويندوز، ودي حجمها ما يقلش عن 8 جيجا. الحاجة التالتة، لازم يكون معاك برنامج الحرق اللي هنحط بيه النسخة على الفلاشة، اللي هو برنامج روفوس، وده برنامج حجمه صغير جدا. وكل الملفات وكل الروابط ان شاء الله هسيب لك رابط تحميلها في الوصف اسفل الفيديو. طيب كده احنا خلاص عرفنا الحاجات اللي احنا محتاجينها. محتاجين نسخة الويندوز بصيغة ايزو، ومحتاجين الفلاشة اللي هنحرق عليها الويندوز، ومحتاجين برنامج الحرق. في تاني هتحتاجه علشان تثبت ويندوز 11 عندك على الجهاز؟ الحاجة التانية، لازم تهيئ الجهاز بتاعك ان هو يستقبل او يتثبت عليه ويندوز 11. ازاي نهيئه؟ عن طريق 3 حاجات. اول حاجة، لازم نفعل شريحة الامان اللي هي التي بي ام. تاني حاجة، لازم نحول نوع الهارد بتاعنا من ام بي ار الى جي بي تي. لو الهارد بتاعنا متقسم بصيغة ام بي ار هنحتاج ان احنا نحوله الى جي بي تي، تمام. الحاجة التالتة، لازم نخلي واجهة الاقلاع او البوت بتاع الجهاز بتاعنا عن طريق اليو اي اف اي مش ليجاسي. لو معمول ليجاسي يبقى نحتاج ان احنا نبدله ونخليه يو اي اف اي. في الاول كده كان لازم تعرف شويه المعلومات دول علشان تبقى ماشي على الاساس صحيح. طيب تعالوا نطبق مع بعضينا كده ونشوف هنعمل الخطوات دي ازاي. يلا الاول نتعلم ازاي نحرق نسخه الويندوز بتاعتنا على الفلاشه. ادي البرنامج، تمام، والبرنامج هتحمله من الموقع ده، وهكون سايب لك رابط الموقع في الوصف اسفل الفيديو. هتحمل من الرابط الاولاني ده. ادي البرنامج، حجمه صغير جدا، 1 ميجا، تمام. هنفتح البرنامج مع بعضينا. هنا بيقول لي اختار الفلاشة بتاعتك. هنا انا اخترت الفلاشة اللي هي حجمها 8 جيجا، تمام. هنا بيقول لي سيلكت ايزو، اختار نسخة الايزو. هضغط على سيلكت كده، ونسخة الايزو موجودة عندي على الديسكتوب. اختار، ادي نسخة الايزو بتاع ويندوز 11، تمام. اقول له اوبن، وبعد كده ايمج اوبشن هخليه على ستاندرد، قياسي زي ما هي، تمام. هنا البارتيشن سكيم هخليها جي بي تي، لان احنا قلنا ان احنا محتاجين نخلي الهارد بتاعنا اصلا جي بي تي، فبالتالي نسخة الويندوز المتهيئة على الفلاشة لازم تبقى معمولة جي بي تي. هنا واجهة الاقلاع نخليها زي ما هي يو اي اف اي، تمام. وهنا الليبل حط اي اسم هو ياخده تلقائي، تمام. وهنا الفايل سيستم هتخليه ان تي اف اس، والكلاستر سايز خليها زي ما هي 4096، وبعد كده هنقول له ستارت. العمليه دي بتاخد وقت على حسب سرعه الفلاشه اللي موجوده عندك، وانا عن نفسي اخدت معايا تقريبا 16 دقيقه، فلو طولت معاك في عمليه الحرق ما تملش واصبر شويه عليها. طيب كده احنا خلاص اتعلمنا ازاي نحط نسخه الويندوز او نحرق نسخه الويندوز بتاعتنا على الفلاشه. الخطوه الثانيه، عايزين نفعل خاصيه التي بي ام. في طريقتين لتفعيلها. الطريقه الاولانيه والاسهل عن طريق الويندوز نفسه، عن طريق نظام التشغيل. الطريقه الثانيه عن طريق البايوس، لكن احنا دلوقتي هنتعلم ازاي نفعلها عن طريق نظام التشغيل، واللي هي الطريقه الاسهل. لوحة المفاتيح هضغط على زرار ويندوز مع حرف الار عشان يفتح لي نافذة ران بالشكل ده، واكتب فيها الامر tbm.msc tbm.msc واضغط ok. جاب لي الحالة بتاع tbm، بيقول لي the tbm is not ready for use، تمام. هشغلها انا ازاي بقى؟ هضغط على في اليمين كده، تمام، هضغط على prepare the tbm، اعداد التي بي ام، اطلب مني ريستارت، اعمل ريستارت للجهاز، تمام، كلوز. جاب لي هنا شويه كلام معناهم ان انا اضغط اف 1 علشان افعل التي بي ام، تمام. فاضغط اف 1 من لوحه المفاتيح، اعمل ريستارت تاني، واعمل لوجن على جهاز الكمبيوتر، تمام. نفتح كده ونشوف التي بي ام اتفعل معانا ولا لا. زرار ويندوز برضو مع حرف الار، واكتب تي بي ام ونشوف الحاله. كده خلاص فعلا بقت الحاله ريدي فور يوز. يبقى احنا كده خلاص فعلنا شريحه امان التي بي ام. طيب كده احنا خلاص حطينا نسخه الويندوز على الفلاشه وفعلنا التي بي ام. باقي حاجتين، باقي ان احنا نحول الهارد بتاعنا من ام بي ار الى جي بي تي، وباقي ان احنا نظبط واجهه الاقلاع على اليو اي اف اي.
هنخلي ضبط واجهة الإقلاع على اليو اف اي آخر حاجة، ودلوقتي تعالى نتعلم إزاي نحول الهارد بتاعنا من ام بي ار إلى جي بي تي. وعملية التحويل دي هنعملها عن طريق برنامج ميني تول بارتيشن ويزارد، وهتلاقيني سايب لك رابط البرنامج، رابط تحميل البرنامج من ميديا فاير في الوصف أسفل الفيديو. البرنامج هتحمله مضغوط بالشكل ده، لو ما ظهرش معاك شكله مضغوط شكل الكتب المضغوط ده يبقى أنت مش مثبت برنامج ورار، هتحتاج إن أنت تثبت برنامج ورار. تمام، وهنفك الضغط عنه، هتلاقيه مضغوط بكلمة سر، هنقول له اكستراكت تو ميني تول بارتيشن ويزارد، هيطلب منا كلمة سر. كلمة السر هي اي ان جي 4 تك، اي ان جي 4 بالانجلش تك. تمام، وبعد كده نقول له اوكي، فكيل الضغط عنه. ده برنامج بورتبل، تمام، ما بيحتاجش تثبيت، يعني تشغيل مباشر، هنفتحه بالشكل ده. الخطوة بتاع تحويل الهارد من MBR إلى GBT هتعملها لو الهارد عندك MBR، لو الهارد عندك GBT يبقى انت مش هتعمل الخطوة دي ومش هتحتاج برنامج ميني تول أصلا. تمام، طيب فتح معايا البرنامج اهوت، وهنا جايب لي الهاردات اللي عندي، كل هارد سطر وعديه. تمام، السطر الاولاني ده جايب لي فيه هارد اللي هو 167 او 180 جيجا، ده هارد SSD. في هارد تاني 74 جيجا، ده جي بي تي اللي فوق جي بي تي، ده هارد تاني 930 اللي هو 1 تيرا بايت، ده جي بي تي برضو. ودي الفلاشة اللي احنا حاطين عليها نسخة الويندوز اللي هي جي بي تي برضو، خليناها بتقسيم جي بي تي. تمام، ونفرض ان الهارد اللي عندي ده اللي هو 80 جيجا ده اللي انا هثبت عليه الويندوز بتاعي، لكن هو عندي ام بي ار، فلو ضغطت عليه كليك يمين كده وقلت له كونفرت جي بي تي ديسك تو ام بي ار ديسك، تمام، نحوله بس الام بي ار الاول. انا كده بعدل وبغير في هارد واحد بس اللي هو 74 جيجا اللي هو 80 جيجا، لان الهارد ده اللي انا هثبت معاك عليه الويندوز بتاعي. تمام، فانت لو لقيت دخلت لقيت الهارد بتاعك جي بي تي هتسيبه زي ما هو مش تعمل فيه اي حاجه، لو لقيته ام بي ار هتحوله الى جي بي تي بنفس الطريقه برضو، كليك يمين عليه تقول له ايه convert MBR to GPT disk. تمام، وبعد كده تعمل apply. طيب لو عايز اعرف بقى من غير ما اثبت البرنامج نفسه بعرف الكلام ده ازاي، ادي كليك يمين على ماي كمبيوتر زيس بي سي، ونختار من هنا مانج. لو عايز تعرف نوعية الهارد بتاعك جي بي تي او ام بي ار من غير ما تثبت برنامج ميني تول بارتيشن ويزارد، اضغط على ديسك مانجمنت إدارة الأقراص، وهنا الهاردات اللي عندي. تمام، أدي الهارد اللي هو ال 74 جيجا، كليك يمين ونقول له بروبرتس وفوليوم، ظهر لنا إيه إم بي آر ماستر بوت ريكورد. تمام، طيب نشوف الهارد اللي فوقي كده، كليك يمين بروبرتس فوليومز، ده جي بي تي. تمام، يبقى من خلال الطريقه دي تقدر تعرف نوع الهارد اللي عندك اذا كان جي بي تي ولا ام بي ار من غير ما تثبت برنامج ميني تول بارتيشن ويزارد. لكن عشان نحول بقى من ام بي ار الى جي بي تي او العكس هنحتاج برنامج ميني تول بارتيشن ويزارد. تمام، نقفل دي بقى ونروح عند برنامج ميني تول، احنا حولنا الى جي بي تي، ونقول له ابلاي. كده احنا عملنا كل حاجة تقريبا، باقي ان احنا نظبط واجهة الاقلاع على الـ UEFI. فاديلي اوكي هنا كده واقفل البرنامج، خلاص مش محتاجه، شكرا. تمام، في حاجة مهمة، لو عندك اي داتا موجودة على الديسكتوب او موجودة في بارتيشن سي تنقلها الاول قبل ما تثبت الويندوز بتاعك، لان الداتا دي كلها تطير. اقول تاني، لو عندك اي داتا موجودة على الديسكتوب، موجودة في الداونلودز، موجودة في اي مكان في درايف سي عموما، هنا لازم تنقلها الاول لان البارتيشن ده هيتفرمت وكل حاجه موجوده فيها هتطير. تمام، طيب دلوقتي بقى المفروض ان انا هعمل اعاده تشغيل الجهاز بتاعي وابدا في ضبط واجهه الاقلاع على اليو اي فاي، وبعد كده اثبت الويندوز بتاعي. لكن انا بالنسبه لي شخصيا انا محتاج افصل كل الهاردات واخلي هارد واحد بس ان انا اثبت عليه الويندوز. وانت بالنسبه لك برضو لو انت موصل اكتر من هارد وناوي تثبت الويندوز بتاعك على هارد معين، افصل بقية الهاردات علشان ما يحصلش معك اي اخطاء
وتفرمت اي بارتيشن عن طريق الخطأ. الكلام ده بالنسبة للناس اللي بتستخدم الكمبيوتر المكتبي، ولو بتستخدم لابتوب وفيه هاردين وعرفت تفصل هارد منهم اعمل كده برضو، تمام، عشان تضمن ان انت ما تفرمتش بارتيشن عن طريق الخطأ. تمام. فانا دلوقتي هعمل شطاب للجهاز وافصل كل الهاردات واخلي الهارد بس اللي انا هثبت عليه نسخة الويندوز بتاعتي. انا كده خلاص فصلت الهاردات ووصلت الهارد بس 80 جيجا اللي انا هثبت عليه الويندوز بتاعي. اشغل الجهاز، واول ما الجهاز يفتح معايا اضغط على F10 او F2 على حسب الجهاز بتاعك. غالبا معظم الاجهزة يا اما بتخش من F10 يا اما من F2 على قائمة البوت. تمام، انا دلوقتي ظهر لي باسورد لان انا عامل الاوبشن بتاع البايس بتاعي عن طريق باسورد، لكن انت ممكن ما يكونش عندك باسورد. تمام، انا دلوقتي بشرح على جهاز اتش بي. تمام، اتش بي ورك ستيشن. طيب بالنسبه لواجهه الاقلاع اللي هي اليو اي اف اي دي، بتظبط فيها حاجتين، اولا بتفعلها، وثانيا بتخليها واجهه الاقلاع. فعشان نخليها واجهه الاقلاع بنخليها من حاجه اسمها بوت اوردر. ممكن المسمى ده يختلف عندك من جهاز للتاني او من موديل لبورده للتاني، لكن في الغالب هتلاقيه قريب من الاسم ده. ادي البوت اوردر، وعندي اليو اف اي نشطه، تمام، اللي هي بوت، اللي هي يو اي فاي بوت سورس. تمام، فجايب لي تحتيها بقى اليو اس بي اللي هي الفلاشه، وجايب لي تحتيها دي في دي، وجايب لي تحتيها اليو اس بي. طيب عشان افعلها اصلا هتلاقي الاوبشن بتاعها موجود في السكيورتي، وعشان افعل واجهه الاقلاع اللي هي اليو اي اف اي لازم افعل السكيور بوت. تمام، بفعلها منين؟ غالبا هتلاقيها موجوده في قسم سكيورتي. تمام، على حسب برضو موديل البورده اللي عندك. ادي السكيورتي، انت طبعا لو دخلت على البايس اللي عندك وقلبت فيه هتلاقي السكيورتي مع تشابه الاسماء، هتقدر توصل للاوبشن اللي انت عايزه. تمام، هننزل تحت عند السكيور بوت كونفيجريشن بالشكل ده. عندك الليجاسي سبورت، لو معمول عليها انيبل هتحولها لديسيبل. تمام، بس لو جيت انا احولها دلوقتي مش تقبل معايا، بيقول لي الايه، افتح السكيور بوت الاول لان انا عامل له ايه، انيبل. لو جيت حولته كده بقى ديسيبل. الليجاسي سبورت اقدر احولها دلوقتي بقت انيبل، لكن احنا محتاجينها ايه، ديسيبل. تمام، يبقى نخليها ديسيبل بالشكل ده. وعندك السكيور بوت هنخليها انيبل بالشكل ده. تمام. F10 انتر يس. كده انا حفظت الاعدادات. تمام، طيب دلوقتي هنبدا بقى نثبت الويندوز بتاعنا. هبدا اشغل الجهاز بتاعي واضغط على F9 عشان اخش على قائمه البوت. في بعض الاجهزه بندخل على قائمه البوت ب F9 زي اجهزه اتش بي، وهذه الاجهزه الثانيه بندخل ب F12. يبقى يا اما F12 يا اما F9. تمام، وهدخل الباسورد. الباسورد دي لها علاقه بجهاز انا، ممكن مش موجود عندك. تمام، او انت مش عاملها. جاب لي قائمه البوت، وزي ما انت شايف كده جاب لي في الاول ايه، اليو اي اف اي، وتحتيها الفلاشه بتاعتي. اختار انا الفلاشه اللي هي تاني واحده اللي عليها نسخه الويندوز، واضغط انتر. بدا يثبت معايا ويندوز 11 اهوت. تمام، وجاب لي اللوجو بتاع ويندوز 11. هل لازم الجهاز بتاعي يبقى واصل نت وانا بثبت ويندوز 11؟ لا مش لازم. هل لازم اعمل حساب على موقع مايكروسوفت وانا بثبت ويندوز 11؟ لا برضو مش لازم. هنا في الخطوه دي هختار اللغه، اختار عربي ايجيبت. تمام، انت مختار، ممكن تختار عربي الدوله بتاعتك. وهنا لغه الكيبورد اللي تحتيها هخليها عربي 101. 101 دي اللي هو ترتيب الحروف في الكيبورد. وبعد كده اقول له نيكست، انستول ناو. اوافق على اتفاقيه الترخيص. تمام، اعلم هنا واقول له نيكست. اختار تاني واحده دي كوستوم انستول. ظهر معايا الهارد بتاعي، انا طبعا موصل هارد واحد دلوقتي، والهارد ده علشان كان متثبت عليه ويندوز قبل كده فمقسم لي السي لكذا حته. تمام، عامل لي درايف وعديه درايف وعديه برايمري ده 95 ميجا او 100 ميجا. تمام، ودرايف تاني 16 ميجا، ودرايف السي نفسه بقى 74 جيجا. تمام، فانا هعزف النظام الموجود القديم. تمام، نظام التشغيل القديم، اقف على اول واحد بالشكل ده كده. انت ممكن يكون عندك اكتر من بارتيشن، في بارتيشنات تانية عندك بالشكل ده، فانت عندك اللي هي مساحتها صغيره بالشكل ده. ركز معايا في الخطوه دي علشان ما تفرمتش بارتيشن عن طريق الخطا والداتا بتاعتك تضيع. تمام،
عندك البارتيشنات اللي حجمها صغير بالشكل ده 100 ميجا 16 ميجا او 500 ميجا او كلام من ده، دي اللي هتحذف بالاضافه الى البرايمري اللي هو السي. يبقى نقف على ده كده ونقول له ديليت، تمام بالشكل ده. والتاني ده هنقول له ديليت بس هو خلاص متدلت، تمام. وده هنقول له ديليت برضو باعتبار ان ده ايه السي. انت بالنسبه لك مش هتعمل الكلام ده في كل البارتيشنات اللي عندك، انت هتعمله في البارتيشن سي بس، تمام تمام. وهتسيب بقيه البارتيشنات زي ما هي علشان الداتا اللي عندك ما تضيعش. انا عدت النقطه دي اكتر من مره. وبعد كده هضغط على نيو، اقف على البارتيشن بالشكل ده كده اللي هو مش متقسم، واقول له نيو ابلاي، وقلت لك برضو نقطه مهمه، لو انت عندك اكتر من هارد وحابب تثبت الويندوز على هارد معين افصل بقيه الهاردات اصلا قبل ما تبدا في تثبيت الويندوز، تمام. خلاص قسم لي الهارد بتاعي او السي بتاعتي، وانا اقف على البارتيشن الكبير فيهم اللي هو ال 74 جيجا، ونقول له نيكست بالشكل ده، وكده هيبدا معانا تثبيت الويندوز وينقل الملفات من الفلاشه على الهارد بتاعي. كده خلاص الخطوة دي واخدت تقريبا معايا وقت 10 دقايق، ودلوقتي الجهاز هيعمل ريستارت، تمام. ممكن نسيبه يكمل الشريط ده او نضغط على ريستارت ناو، تمام. الجهاز كده هيعيد تشغيل ويدخل بقى على نظام التشغيل نفسه على الويندوز نفسه، تمام، عشان يكمل تثبيت، مش هيخش على الفلاشة من تاني. تمام، دخل على الويندوز على طول اهو. الفيديو ممكن يكون طويل شوية لكن احنا ماشيين مع بعضينا الخطوات بالتفصيل، فتابع معايا. كده الجهاز عمل ريستارت، تمام. دي تقريبا تاني ريستارت عملناها خلال التثبيت لحد كده. في الخطوة دي الويندوز اخد معايا 20 دقيقة في التثبيت، تمام، ولسه ما خلصتش. وعلى فكرة لو انا بثبت الويندوز بتاعي على هارد SSD هيكون اسرع من كده بكتير طبعا، لكن انا دلوقتي بثبت معاك على هارد HDD، فعشان كده عملية تثبيت الويندوز طولت معايا شوية. واخيرا الدنيا نورت، تمام. هنا بيقول لي اختار البلد، هتختار بلدك، هو في هنا تلقائي على ايجيبت، تمام. اقول له يس. هنا لغة الكيبورد اخليها انجلش عشان يبقى فيه انجلش وفيه عربي، تمام. يو اس يس. في خطوة احنا فوتناها، احنا كنا وقفنا لحد هنا، هنقول يس تمام. وهنا بيقول لي اضيف لغة تانية للكيبورد، اقول له اد لي اوت عشان اضيف العربية، وبعد كده اختار له ارابيك ايجيبت، تمام. نيكست. وهنا اختار لغة الكيبورد، اقول له ارابيك 101، تمام، اد لي اوت. ال 101 دي اللي هي ترتيب الحروف اللي احنا عارفينه، تمام، علشان مفيش حروف تكتب مكان حروف تانية في الكيبورد، لأن ترقيم تاني غير ده ممكن يختلف في بعض العلامات زي السلاش وزي الأقواس وزي بعض الحروف، تمام. تلاقي الحروف بتكتب حروف تانية، يبقى الحرف مطبوع على الكيبورد حرف معين وتلاقيه يكتب حرف تاني، فالصح إن أنت تختار عربيك 101، تمام. الجميل على فكرة في النسخة دي إن أنا بعد ما ثبتها، لأن أنا ثبتها قبل كده، لقيتها نازلة مفعلة، وده كان أول مرة يحصل معايا في نظام تشغيل ان انا اثبت نظام التشغيل النسخه الخام من موقع مايكروسوفت وليها نازله معايا متفعله، وده فعلا اللي حصل معايا في ويندوز 11 ويندوز 11 زي ما نشوف مع بعضينا دلوقتي بعد ما نخلص تثبيت ان شاء الله. وكده عمل، لا ما عملش ريستارت، تمام. هو كده اخد تعريف كارت الشاشه، طالما الشاشة ضلمت وفتحت كده يبقى هو اخد تعريف كارت الشاشة، وحتى حجم الايقونات صغر شوية او التخطيط صغر شوية. طبعا انا عامل الخطوة دي عشان الجهاز بتاعي واصل نت، لكن مش بالضرورة لازم الجهاز يبقى واصل نت وانت بتثبت ويندوز 11، تمام. هنا بقول لي دخل اسم الجهاز بتاعك، حط اسم الجهاز، تمام. فانا ممكن اكتب له اسم الجهاز بتاعي HP
Z230. هقوله نيكس. وانا اقول له نيكست. تمام، هسيب الاوبشن ده كله زي ما هو مفتوح. اقول له اكسبت. checking for updates just a moment getting things ready for you. هتدخلني على ويندوز مباشرة ولا هتعمل اعادة تشغيل؟ this might take a few minutes. الموضوع ده هياخد دقايق قليلة، ما تقفلش الجهاز. اوكي كده خلاص، اخيرا خلص الويندوز بتاعنا. تمام، واخد معي تقريبا وقت 35 دقيقة. تمام، دي واجهة ويندوز 11. تمام بالشكل ده. تعالوا بقى نظهر ايقونات سطح المكتب. اول حاجة كليك يمين بيرسوناليز. تمام، وعندنا السيمز نضغط عليها. تمام، وعندنا الديسكتوب ايكونز نضغط عليها، ونظهر الكمبيوتر واليوزرز فايل والنتورك والكنترول بانيل. تمام، ابلاي. اوكي اوكي، نزلت معانا الايقونات اهي. تمام، ريفريش. وادي اسم الجهاز بتاعي HVZ230. طب تعال نشوف بقى النسخة متفعلة فعلا كده ولا لأ. كليك يمين بروبرتس، ننزل تحت برودكت كي اند اكتيفيشن، نضغط عليها. اكتيفيشن ستيت اكتف، وحاطط لي علامه صح هنا. تمام بالشكل ده. ويندوز از اكتيفيتد ويز ديجيتال ليسانس. تمام، دي غريبه بصراحه ان انا اول مره اثبت ويندوز ويكون نسخه خام من موقع مايكروسوفت وتنزل متفعله، ازاي انا مش عارف. تمام، لكن ده اللي حصل معايا المره دي وحصل معايا المره اللي فاتت. طيب تعال نثبت كده متصفح جوجل كروم، لان شفت حد في التعليقات بيقول لي ان في مشكله عنده في جوجل كروم لما بيجي يثبته. تمام، نفتح الايدج، ومن ايدج ندخل على موقع جوجل ونحمل جوجل كروم. تمام، ادي ايدج. تمام، كونفيرم، نقفل وندخل على موقع جوجل. تمام، ونكتب كروم ونقول له تنزيل الآن. تنزيل كروم. اوبن فايل. تمام، يس، بدأ يثبت معايا الكروم. نقفل بقى ايدج، مش محتاجينه. على فكرة انطباعي عن ويندوز 11 يعني شكل جديد تماما عن ويندوز 10. الالوان فيه جميلة جدا، الوان زاهية، استايلات جميلة جدا، لكن حاسس ان هو برضو مش خفيف زي ويندوز 10. دي الحقيقة، جايز لان انا لسه يعني متعودتش على نظام التشغيل الجديد ده، وحاسس طبعا ان ويندوز 10 اسهل في استخدامه، وده طبيعي. يعني لما كنا بننزل ويندوز مثلا 10 كنا بنحس ان 7 افضل واسهل في الاستخدام واخف. دلوقتي برضو نفس الاحساس مع ويندوز 11، شكل جديد. يعني لو انت استخدمت مثلا ويندوز 11 فترة
وجيت ترجع لويندوز 10 هتحس ان انت ايه، ان انت بتستخدم فعلا نظام تشغيل قديم، لان ده يعني الوانه جذابه اكتر وستايلاته احسن والتنسيق فيه اجمل. لكن باستخدام انا ويندوز 10 كان اخف في الاستخدام واخف على الجهاز. تمام، طيب ادي كروم وندخل منه على جوجل برضو، ثبت مفيش اي مشاكل عشان الناس اللي بيصادفها مشكله. انا مش عارف فين المشكله، ممكن تكون كانت المشكله موجوده في النسخه التجريبيه اللي كانت نازله من ويندوز 11، تمام، نسخه المطورين، لكن حاليا مفيش مشكله اهي. تمام، وادي اليوتيوب. ولحد كده انتهى الفيديو بتاعنا، اتمنى اكون افدتك ولو بمعلومة جديدة. لو عندك اي سؤال او اي استفسار سيبولي في تعليق وان شاء الله برد عليك. واخيرا تقبلوا تحياتي، كان معكم احمد قطب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.